السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في مطبق الاحترافي مع نعيمة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نقدم لكم فيديو جديد، مامونية أكلة سورية أو كما كيقولوا حلا سوري، يعني من أطيب الأكل اللي في سوريا. هي حلبية. ديجا أنا كنت درت لكم الفيديو ولكن التصوير ما كانش واضح. كتجي جد رائعة، اللي كتقدم بسميدة والزبدة، وكتدار فيها القرفة كما كتشوفوا، كتزين بالقرفة وفوق منها احنا اللي كنقولوا له بيستاج، هما كيعيطوا عليه الفستق الحلبي. كيجي جد رائع، نتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. نبداو على بركة الله. كنحتاج ايترو ديال الماء او اكثر، يعني كتبقى على حسب السميده، حيت كاين السميده اللي كتشرب. بالنسبه للمامونيه كتكون قاصحه، يعني كتجي شويه جاريه. قبيصه ديال الملح اللي كندير، زلفه ديال السنيده، وكاس ديال السميده رقيقه، وكنحتاج الزبده. انا ما متوفرش عندي الحيوانيه، درت غير هذه ديال راب، هذه يعني تقريبا نص ديال الباستا اللي غادي نستعمل. والتزيين كنحتاج البيستاج، عندكم الكركاع ديرو. بالنسبه للجبن انا اللي غندير هذا ديال برا، ولا ما عندكمش برا تقدروا ديروا غير جبلي. كيفاش غادي ناخذ كوكوط ندير فيها هذاك الماء. انا درت ايترو اللي كتبقى على حسب السميده واش كتشرب ولا لا. غنزيد هاد السنيده، نديرها فوق البوطه ها نتوما كما شفتوا، بما سخن الماء وذابت هذاك السنيده غدو. بالنسبه للسميده غادي ناخذ واحد اناء اخر ولا مقله الى عندكم، غندير فيها هذاك الكاس ديال السميده عفوا، وغندير نص ديال طاسه ديال الزبده. كتجي الصراحه رائعه. انا كنت درتها لكم فيديو قبل ولكن جات التصوير ديال الفيديو ما واضحش مزيان، وقلت نعاودها لكم باش تقدروا تشوفوا كيفاش كدار. دابا غنديها فوق البوطه، غادي نحمر هاد السميده مزيان حتى تولي حمراء. هانشوف حتى فوق البوطه، غنبقى نحرك مزيان باش ما تلصقش السميده، وفي نفس الوقت حتى تولي ذهبيه. انا درت كاس ديال السميده، مع مول كندير كاس كبير، درت صغير هذاك الكاس الصغير، جاتني قليله مع الزبده، زدت نص كاس اخر. ماشي مشكله كانت البوطه هي مجهده يا قليله، ما ماشي مشكل. بالنسبه للماء اللي قلت لكم باقي كيسخن، خاص يكون سخون السميده كطيب فيه، السنيده باقا ما دابتش فيه. هي كتاخد وقت باش تحمر، ولكن صدقوني كتجي رائعة رائعة. هانتوما كيما شفتو اللون ديالها كيفاش ولا لون ذهبي. وبالنسبة للماء اللي في الكوكوط حتى هي راه سخنات، غادي نكبها. دابا كما شفتو كبيت هنايا هاد الماء والسنيده، غنبقى نبدا نحرك لحد ما طيب. انا باقا كنحرك
الحبر، غنزيد شويه ديال الملح غير باش كتجي فيها داك النسمه ما كتجيش مصوصه. كنتكون شويه بدات كتعقل في نفس الوقت كطيب هذاك السميده كطيب. غنبقى واحد 5 ديال الدقائق او اقل، يعني ما كاملاش بالمعقدات هكا غير شويه، ماشي بزاف، لان قلت لكم ما كتجيش هي قاصحه، غير شويه. وغادي نحطها في الطباسله. هذا هو الشكل النهائي ديال المامونية كما شفتوا. انا زوقتها على هذا الشكل، درت القرفة والبيستاج. الا ما كانش عندكم البيستاج واجد تقدروا ديروا غير الكركاع، ورافقت معها هذا الفرماج، لانه واخا هي حلوه كتكال بحاجه مالحه، وفي نفس الوقت هما كياكلوها بالعيش، يعني الخبز ديالهم كياكلوها به. انتم كما شفتوا كياخذوا شويه من الفرماج وكياكلوا. نتمنى ان يكون الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم. لاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.